كرة سريعة يسجل تشيلسي التسديدة تنحط في الجول جول إرنر يتقدم نعم هكذا ولا فلا اعتيادية مبلغ وخاصة دورانا كرقوي هذه فرصة الثالث هذه فرصة الثالث الثالث العربي يقول لك والله أنا مثلا هذه محاولة تشيلسي التسديدة والجول صنع انجلترا في عام 2000 وريس جول المدرقه كيراسي المدرقه كيراسي تيمو فيرنر وبالراس شبان اوليفييه جيرو جيرو جول اوليفييه جيرو جول جيرو جول جيرو جول امكانياتهم وهنا الهدف الاول ممتازه جدا 1-0 الفرنسي القناص جيرو كما ذكرت لكم والهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني من جيرو الهدف الثاني من جيرو وتشيلسي يكسر المباريات الرسميه هنا بالراس والهدف الثالث هاتريك اوليفييه جيرو هاتريك اوليفييه جيرو نجم المباراه فرانك لامبارد يصفق على الفرنسي بعض الثواني يتقدم ويحط الرابع 4-0 يا تشيلسي او 4 طلعت كراسنودر عرضيه في الانتظار تاتي العرضيه وقد تاتي الضربه فعلى جورجينيو الايطالي يتقدم جورجينيو يلعق على الكرة مرة ثانية توزيعة منه خطيرة خطيرة اوي يا جول والهدف الثاني اسرع هدف احتياطي في الويفا شامبيونز ليج مشاهدينا الكرام جورجينو كوره وفيها جول فيها جول فيها جول ميسون ماونت جول ميسون ماونت جول شيلويل فيها جول شيلويل جول رائع هدف ثاني لفريق تشيلسي الضربة القاضية باي باي مع السلامة بوردو هنا للمرة الثامنة في تاريخ كرة بمحاولة عرضية ملعوبة فريق تشيلسي بيريسيتش جول لا ضيعها والهدف الثاني
الهدف الثاني ميسون ماونت جول ميسون ماونت جول ميسون ماونت جول والله كبير نادي تشيلسي كبير والله كبير تشيلسي قلت لكم مشاهدينا الكرام لعالي دوم لعالي دوم يلعب سامبل بسيط بسيط ترجع الكره حلوه برشا في العمق مش ممكن مش ممكن مش ممكن وجول مش ممكن وجول مش ممكن وجول 1-0 مستحق هافرتس 1-0 هافرتس 1-0 باستحقاق تشيلسي وعنوانها تشيلسي وفجرها في خواتيم الفتره الاولى تشيلسي 1-0 انت معلم يا توخيل واحد بلاش على فريق مانشستر سيتي رشح للبطوله ارفع ابطال اوروبا الازرق الداكن الويلرز ايز تشيلسي الويلرز ايز تشيلسي 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 حدوته من الف حكايه حكايه من حواديت الزمن الجميل تشيلسي هنا في استاد دراغاو شدهم تنين تنين وحقق اللقب بكل المعاناه وبكل الروعه وبكل الاداء وبكل وبكل الرجولة وبكل فخر أنتم فخر لندن يا بلوز مبروك تشيلسي مع شماريخ تتكرر في كل ماي من كل سنة دمتم بألف خير ودمنا في ألف خير وكل عام وأنتم بخير بإين سبورتس رافقتكم بأصواتها بمحلليها بمعلقيها بمنتجيها بمقدميها بكادرها التقني بمهندسيها من أضوائها إلى أصواتها وصلت للرحلة أنهت هذا المساء عند 10 ليلا في الوقت الأوروبي 12 ليلا في توقيت مكة المكرمة أنهينا مشوار بطولة ولكن بعد قليل بعد أيام ليست بالبعيدة سنبدأ مشوار اليورو